بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الغسل الباب 14. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب، يعني بعد الغسل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. طبعا زيادة التردي مثلا عن الصحابي أو الترحم على بعض العلماء لا يعتبر يعني كذبا يعني في الرواية، لأن يعني هذا من باب من حق الصحابي علينا، فحتى لو لم يكن ذلك مكتوبا فلو قلنا ذلك لنكون نكذب يعني على المحدث. قال: فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. الحديث الثاني رقم 271. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال هو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم يعني النخعي عن الأسود يعني ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طبعا هذا في شاهد الترجمة أنه بقى أثر الطيب، يعني جزء بل من السنة استدامة يعني أثر الطيب يعني بعد غسل الإحرام. الإنسان يتطيب قبل أن يغتسل الإحرام، ولو بقى أثر الطيب يعني بعد الغسل يعني لا يضر هذا بالإحرام بل هذه السنة. أو لو تطيب بعد الغسل وقبل أن يلبي بالحج أو العمرة يعني أيضا يعني لا بأس بذلك، فاستدامة الطيب على البدن يعني من السنة، ولكن لا يكون على الثوب، لو وجد على الثوب يغسل. قول باب من تطيب ثم اغتسل. يقول: تقدم الكلام على الحديث قبل باب، وموضع الاستدلال به أن قولها طاف في نسائه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك وأنه أصبح محرما صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة. فأن ابن عمر كان شديد التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا أمر باطن يعني لا يطلع عليه إلا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها طيبته قبل أن يغتسل وبعد أن اغتسل للإحرام يعني بقى أثر الطيب، فكأنها تنظر إلى وبيص الطيب يعني في جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة خفيت على ابن عمر حتى قال يعني: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. وفي بعض الروايات الأخرى: لأن أطلع بالقطران يعني أحب إلي من أن أصبح يعني محرما أنضح طيبا. فسيرة عائشة كان في الرواية قبل ذلك يعني قالت يعني: رحم الله أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وبقى أثر الطيب يعني في جبهته. وقلنا أن هذا من حكم يعني تعدد الزوجات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يطلعن على يعني ما يخفى يعني من أحواله الباطنة. يقول: واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة، وخدمة الزوجات لأزواجهن، والتطيب عند الإحرام، وسيأتي في الحج. وقال ابن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. قوله: حدثنا الحكم هو ابن عتيبة، وهو شيخ إبراهيم النخعي وشيخ الأسود بن يزيد، فقهاء كوفيون تابعيون، يعني ثلاثة من التابعين من أهل بلد واحدة وهي الكوفة، يروي بعضهم عن بعض. الحكم ابن عتيبة، إبراهيم النخعي، الأسود بن يزيد. قول وبيصة
بفتح الواو وكسر الموحدة اللي هي الباء بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق يعني بريق الطيب. وقال إسماعيلي وبيص الطيب تلألؤه وذلك العين قائمة لا للريح فقط إن في جرم يعني العطر موجود يعني وليس مجرد ريح يعني من كثرة العطر. قول مفرق بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها ودلالة هذا المتن على الترجمة إما لكونها قصة يعني واحدة وإما لأن من سنن الإحرام الغسل بعده الغسل عنده يعني عند الإحرام يعني حتى المرأة لو المرأة يعني حائض أو نفساء تغتسل الإحرام وهي لا تستبيح بذلك الصلاة يعني ولكن كما فعلت أسماء بنت عميس امرأة أبو بكر لما ولد محمد بن أبي بكر في حاجة الوداع واغتسلت للإيل الإحرام لا تستبيح بذلك الصلاة ولكن من سنة الإيل الإحرام الغسل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام ومش معنى بعد الإحرام يعني بعد لبس الإحرام يعني نقصد بعد الإحرام يعني التلبية يكون في حكم المحرم يقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة. الباب الخامس عشر يقول الإمام البخاري باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه يعني على سائر جسده. تخليل الشعر يعني صب الماء بحيث أنه هو يتخلى الشعر حتى يصل إلى البشرة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله نشوف عبد الله في الطبق اللي فوق طبقة يعني شيوخ البخاري هو عبد الله بن مبارك يعني وطبعا يبهم لأنه أشهر يعني من في هذه الطبقة وأجلهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. يعني حتى المرأة يعني لو مضفر شعرها أو الرجل أيضا يعني ما يجب يعني فك الضفائر يعني هم اختلفوا بالنسبة للحيض بالنسبة للمرأة ولكن الراجح أيضا هو يصب الماء يعني على يخل الماء حتى يصل إلى البشرة يعني بشرة الرأس ويغسل ظاهر الشعر يعني لا يجب نفض نفض الضفائر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. قول باب تخليل الشعر أي في غسل الجنابة وعبد الله بن مبارك قول إذا اغتسل أي أراد أن يغتسل إذا قمت إلى الصلاة إذا أردتم القيام. قول إذا ظن يحتمل أن يكون على بابه ويكفي فيه بالغلبة لأن ظن تأتي بغلبة الغلبة تأتي بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابي يعني أيقنت يعني ولكن ظن كما يتبادر إلى الذهن يعني أن ظن يعني ظن غالب يعني ولكن تأتي بمعنى اليقين فظن يحتمل أن يكون على بابه واكتفى فيه بالغلبة غلبة الظن ويحتمل أن يكون بمعنى علم حتى ظن يعني علم أو تيقن أنه قد أروى يعني بشرته أفاض على أفاض عليه أو على سائر جسده. قوله أروى هو فعل ماض من الإرواء ويقال أروى إذا جعله ريانا ومضاد بالبشرة هنا ما تحت الشعر. قوله أفاض عليه أي على شعره. قوله ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده لأن صلى الله عليه وسلم يصب على يديه ثم يغسل يعني الغسل يغسل الفرج أو السبيلين ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثو ثلاث حثيات على رأسه ثم يفيد على سائر جسده يبدأ طبعا بالجانب الأيمن هذه سنن الغسل. وفي حديث عائشة تقديم غسل القدمين يعني مع يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين في حديث ميمونة تأخير القدمين. قوله ثم غسل سائر جسدي أي بقية جسدي وقد تقدم رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا على جلده كله فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع
جمعا بين الروايتين، وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك. يعني طبعا كرر الإمام البخاري حديث عائشة وحديث ميمونة كثيرا في كتاب الغسل لأنهما العمدة يعني بالنسبة للغسل. وقالت يعني عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا ليس معلقا يعني، وذاك المرقم هنا أعطاه رقما يعني هو حديث يعني مسند بالسند السابق لأنه نفس رواية الحديث يعني عائشة، فهو متصل بالإسناد المذكور يعني هو عبدان عن عبد الله المبارك عن هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير قال: وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. فليس معلقا، والمعلق له محذوف بداية السند. قول نغرف بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة، وله يعني البخاري فيه الاعتصام جزء 13 تقريبا نشرع فيه جميعا، وقد تقدمت مباحثه في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور هو الماء الذي يتطهر به. الباب 16 يقول: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا الفضل ابن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضوء ما الذي توضأ به فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا. يعني كما قلنا يعني يصب الماء على اليدين قبل أن يوضع في الإناء، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على سائر على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة يعني فوطة يعني أو قماش يعني ينشف فيه فلم يردها فجعل ينفض بيده يعني ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. قول باب من توضأ من الجنابة سقط من أواخر ترجمة لفظ منه من رواية غير أبي ذر. وقوله أخبرنا والأبي ذر وحدثنا الفضل أبو ذر طبعا أحد رواة الصحيح. قول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة كذا الأكثر بالإضافة ولكريمة أحد الروايات أيضا وضوءا بالتنوين لجنابة بلازم بلا موحدة والكشمهني للجنابة ولرفيقيه وضع أو وضع يعني على البناء للمفعول وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة بزاية اللام أي لأجله وضوء بالرفع والتنوين. قوله لو قلنا وضع يبقى وضوء وضع وضوء بالرفع والتنوين يعني أكون يعني نائب فعل يعني. قوله فكفأ وغير أبي ذر فأكفأ أي قلب على يساره كذا الأكثر وللمستملي وكريمة على شماله. قوله ضرب يده بالأرض كذا الأكثر والكشمهني ضرب بيده الأرض ثم غسل جسده. قال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب يعني قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، أن هنا قال باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده. وفي ترجمة سابقة أن هو غسل يعني سائر جسده. فيقول حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق اللي هو حديث المسند يعني حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يده وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. فكأن ابن بطال يقول أن كان الأليق يضع الحديث السابق لهذه الترجمة لأن الترجمة فيها ثم غسل سائر جسده، ونفس هذا النص موجود في الحديث في الباب السابق ثم غسل سائر جسده. طبعا البخاري يتفنن في الروايات
وذاك طبعا الحديث يعني يمكن أكثر من 10 مواضع بروايات يعني مختلفة أو أسانيد يعني مختلفة. فقال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، فدخل يعني في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء. طبعا البخاري يعني بيهتم بالأشياء الباطنة، وأحيانا يعني يتعمد أنه لا يذكر نص الترجمة من أجل شحذ الهمم للبحث عن الرواية التي فيها مطابقة للترجمة. فيقول أجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك انتهى ولا يخفى تكلفه. وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى، وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل. وقال كرمني لفظ جسده شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل على الحديث السابق أي سائر الجسد، أو المراد هنا بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء. قلت من لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة. يقول والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز أي ما بقى بعده بعد ما تقدم ذكره ومن غسل أعضاء الوضوء، ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتاج لغسل رجليه يعني ثانيا، يعني ان هو يعني لو هو لو غسل يعني سائر الجسد يعني مع اعضاء الوضوء يبقى مش محتاج يقول ثم غسل يعني هو غسل رجليه. يقول اذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه يعني بنفس اعضاء الوضوء لم يحتاج لغسل رجليه ثانيا، لان غسلهما كان يدخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء أجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، أن الإنسان لو اغتسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة وأجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. أنه توضأ وظن أن هذا تجديد ولكن في الواقع أنه كان محدث. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة من سنن الغسل، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده وهي دعوة مردودة، لأن ذلك يختلف اختلاف النية. فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلا فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم. قوله ينفض الماء بيده، سقط الماء من رواية غير رواية أبي ذر والأصيلي فجعل ينفض بيده، وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل، والله المستعان. آخر ترجمة الترجمة 17. يقول إن البخاري باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. يعني احنا ممكن نقول لماذا ترجم هذه الترجمة، ولكن البخاري بيرد بالتراجم على مذاهب كانت موجودة في زمنه وأقوال أهل العلم، منهم من قال الواحد لو نام في المسجد وأجنب صار جنبا يتيمم قبل أن يخرج من المسجد، فيرد على ذلك يقول هذا لم يصح. ولكن أورد الترجمة مورد الاحتمال يعني لبيان الاختلاف، يعني باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. هنا صرح بالحكم وقال خرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه.
قول تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، يبقى تابع الراوي عن الزهري، يعني تابع عبد الأعلى هو اللي بيروي عن الزهري ومعمر، يبقى تابع عثمان بن عمر عبد الأعلى عن معمر وفي رتبة يعني يونس عن الزهري، قال ورواه الأوزعي عن الزهري، ورواه أيضا الأوزعي عن الزهري. قول باب إذا ذكر أي تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جنب خرج، يعني لا يتيمم ويخرج، ولكن خرج بدون تيمم. أبي ذر وكريمة يخرج كما هو أي على حاله. قوله ولا يتيمم إشارة إلى رد من يجيبه في هذه الصورة ومنقول عن الثوري وإسحاق، وكذا قال بعض الملكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج، سواء كان احتلم في المسجد كان نائما أو تذكر أنه جنب فهو يخرج لا يحتاج إلى تيمم قبل أن يخرج. وورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرا، وإن كان متبادر أنه من الذكر بكسرها. وقوله خرج كما هو قال كرمني، هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه، كذا قال وعلى التنزيل، فالتشبيه هنا ليس ممتنعا لأنه يتعلق بحالته، أي خرج في حال شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالمحدث، لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم. قول حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي ويونس هو ابن يزيد، وقول عدلت أي سويت، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر حتى تستوي الصفوف. قوله فلما قام في مصلى ذكر أي تذكر، لأنه قال ذلك لفظا وعلم الراوي بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك، وتذكر أنه جنوب. وبين المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن زهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قوله فقال لنا مكانكم أي بالنصب، أي الزموا مكانكم، وفي إطلاق القول على الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي فأشار بيده أن مكانكم، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة. قوله رأسه يقطر أي من ماء الغسل، وظاهر قوله فكبر لاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخليل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة، لأنه ما احتاجش أنه يعني يأمر بعادة إقامة الصلاة مرة ثانية. وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى. قوله تابعه، يقول هو تابعه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري، ورؤيته موصولة عند الإمام أحمد عنه، وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عن عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. المتابعة التامة يكون في شيخ الراوي، والناقصة يكون في شيخ شيخه أو ما فوق ذلك. قوله ورواه الأوزعي، روايته موصولة عند المؤلف يعني البخاري في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي. وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة، من تفنن البخاري في العبارة. قال تابعه عبد الأعلى عن معمر عن زهري، وكان يمكن أن يقول وتابع يعني أيضا يعني معمر في الرواية عن الزهري، أو تابع يونس في الرواية عن الزهري الأوزعي، ولكن هذا من باب التفنن، ودي طبيعة البخاري التفنن في الإيه في العبارة، سواء يعني في يعني تنويع الأسانيد أو يعني الاختيار يعني الروايات المطابقة للترجمة، أو أنه لا يكرر، لا يحب التكرار كثيرا، يعني إما أن يكون في اختلاف في السند أو في المد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.